كيف ترى وضع النظام السوري مع كل ما يجري من هذه الضربات الإسرائيلية؟ المطارات خارجة عن الخدمة تماما، خاصة نتحدث عن مطار دمشق، السويداء كانت فيها تظاهرات ورفض تام للنظام السوري وما يجري. كيف ترى وضع النظام السوري مع كل هذه الضغوط؟ هل ترى أن هذا النظام يعني قد يصل إلى مرحلة لن يتحمل كل هذا الضغط ويدخل في مرحلة الانهيار إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه؟ أنا أيضا أراقب الوضع، لذلك أتفق معك وأعتقد بأن هذا المسرح لا يحظى بالكثير من الانتباه والتحليل. أنا أتفق معك، فإن نظام الأسد يبدو بأنه يرزح تحت مزيد من الضغط أكثر من ذي قبل. الروس ملهيون تماما في أوكرانيا، وقد سحبوا كثيرا من طائراتهم ومن قواتهم خارج سوريا، لم يعودوا يوقفون الهجمات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي على سوريا، وقد سحبوا كثيرا من القوات إلى أوكرانيا، فهذا يضع مزيدا من الضغط على الإيرانيين من أجل أن يساعدوا الأسد، والإيرانيين لديهم ما يقيدهم كذلك كما نرى. ذكرت السويداء، الاحتجاجات هناك، أعتقد هناك بعض الهجمات من قبل المعارضة في إدلب، فإذا أعتقد بأن المعارضة، معارضة الأسد، أصبحت أكثر نشاطا فيما تبقى من ساحة المعركة هناك. داعش قامت ببعض الهجمات أيضا، أعتقد في حمص وتدمر، فإذا نعم أعتقد بأن هناك ضغطا متزايدا ضد نظام الأسد الآن، وأحسب أن سبب ذلك أن روسيا الآن لم تعد معنية بمساعدة الأسد كما كانت قبل الحرب في أوكرانيا.